السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبلتكم ببس قبول وختمت على فمكم بفخم الرسول وتطاوعني بأيس ما أقول الله أكبر. Sedikit ada pertanyaan bagi seluruhnya, apakah kita yakin di dalam perjuangan ini? Apakah kita yakin di dalam perjuangan ini? Apakah kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita? Qala Ibnu Mas'ud fil Jawazir, ajhalun nas man taraka yaqina ma 'indahu li dhanni ma 'indan nas. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang meletakkan keyakinan, meninggalkan keyakinan dan menyangka demokrasi bagus, maka dia adalah orang yang paling ajhal, paling jelek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in wa li takhsil maqasidina wa hawajina fid dunya wad-din wal akhirah ولدفع البلاء وللمصلحة خصوصا لهذه النية. الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك يا الله أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هادية واصلة نازلة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولتحصيل مقاصدنا وحوائجنا في الدنيا والدين والآخرة، ولدفع البلاء وللمصلحة خصوصا هذه النية. اللهم قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم أنزل رحمة علينا وعلى الأرواح، فاعله بالدرجات وكفر عنهم السيئات،
وادخلهم الجنة مع الأنبياء والآباء والأمهات. اللهم حصل مقاصدنا وحوائجنا في الدنيا الدين والآخرة ولدفع البلاء والمصلحة خصوصا لطلب العلم خصوصا لطلب خصوصا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعبادة وعده. اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرضيك آمالنا واختم الصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. إليك يا رسول الله أشكو نوائبا من الدهر لا يقوى لها المتحمل وإني لأرجو أنها بك تنجلي فإنك لي جاه وحسن ومعقول واصمم وابكم ثم أعمي عدونا واخرسهم يا ذا الجلال بحوسمك من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا آمين آمين آمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة وشر العاقبة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا خير المسؤولين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.